خلينا نروح للمبدع كمان العملاق خالد صالح في ذكرى وفاته النهارده. الحقيقه انه خالد صالح من الفنانين اللي طبعا يعني ما يتعزش على اللي خلقه، دايما بنقول كده، بس حسينا بخيبه امل لان احنا كنا مستنيين منه كتير قوي. خالد صالح ابتدى شويه وهو كبير، حسينا ان كان لسه عنده طاقه واعمال كتير جدا عايزين نشوفها عن خالد صالح. لو هتوصف خالد صالح هتقول ايه؟ هو يعني الوصف اخده من دور سلطان، فهو سلطان الفن بالفعل. زي ما حضرتك قلتي، يعني في خلال 25 سنه عمل 70 عمل، ف 70 عمل في ربع قرن، وربع قرن كان بداياتهم اول 5 سنين كانت الاعمال متباعده، فيكاد يكون كل انجازه في 20 سنه اخيره، يمكن من 98 ل 2014 وقت وفاته الله يرحمه. ففي فتره زمنيه قليله جدا يقدم 70 عمل، كل عمل منهم ليه بصمه. هو يعني كمان حتى ليه اعمال من ايام مسرح الجامعه، هو كان دفعه محمد هنيدي ودفعه خالد الصاوي في حقوق القاهره، وقدموا بعض الاعمال، ولكن يمكن البدايات الحقيقيه لخالد صالح كان مثلا مسلسل سنه 90 لما عمل دور رئيس جهاز المخابرات المصريه صلاح نصر في اول مسلسل ليه، يعني كانت بدايات يعني. وعمل جمال عبد الناصر طبعا سنه 96، ومأمون الشناوي في ام كلثوم، فالبدايات حتى ما كانتش اظهرت قدراته قوي، وان كانت فيها تجسيد لشخصيات حقيقيه يعني صلاح نصر ثم مأمون الشناوي. وكمان اللي يمكن ناس كتير ما تعرفوش انه في الوقت ده عمل الصوت بتاع نيمو في النسخه المدبلجه الكرتون. صوت نيمو كان هو صوت خالد الصاوي، صوت خالد صالح. خالد صالح يرحمه. فأبسط ما يقال عن ما أنه بالفعل هو سلطان الفن اللي ينجز كل هذه الأعمال العظيمة في 20 سنة. نخلينا نقول الله يرحمه لو كان معانا كان يعني كان في أعمال كتير. المشهد الفني طبعا كان هيبقى يعني كان هيختلف إلى حد كبير. طيب هسألك كمان نفس السؤال يا دكتور، نقطة تحول الفنان سلطان الفن زي ما الناس بتلقبه، نقطة تحول خالد صالح كانت فين؟ يعني هو فعلا بالفعل ابتدى في أعمال كتير، لكن ظهر للناس بشكل قوي في أعمال معينة، يمكن حتى محامي خلع الناس خدت بالها من وجوده كان قاضي، كان طالع في مشهد صغير جدا. في مشهد صغير جدا، طبعا هو كان وجود خالد صالح دليل على نجاح العمل ونجاح الشخصية، يعني هنفتكر طبعا يعني بابا المجال، يعني أنا بابا يلا، وحضرتك تفضلت وقلتوها في المقدمة بتاعت الفقرة، فأنا بابا يلا دي من الكلمات العظيمة اللي حطته على الطريق، لما الناس قالت إن هو كان بيقوم بدور الشيطان في الرئيس عمر حرب، يعني أو بيجسد الشيطان، هذا الرجل اللي بلا قلب، اللي بلا مشاعر، كيف يظهر هذه المشاعر في كل مشهد وكأنه بالفعل هو دور الشيطان، يعني حالة من الكراهية الغريبة للشخصية نجح فيها خالد صالح أن يقول أنا موجود وبقوة. يمكن من وجهة نظري النقدية أن فبراير الأسود هو كان اخر اعماله، يعني في 2013 وفي سنه سوداء، سنه وجود الاخوان، فكونه يعمل هذا الفيلم بهذا الاسقاط، تاليف واخراج محمد امين، ومحمد امين العمل معه يجب ان يكون بحرص شديد.